ونخش على الفريك. الفريك انا عايز اخش على طول على التتبيلة بتاعته ببصلايه مبشوره. بسم الله الرحمن الرحيم، معلش شويه بس النور. بصلايه مبشوره وعايز ابدا اشتغل بيه عادي جدا من غير اي لحوم ولا اي حاجه، واللحمه اخليها عندي لوحدها مع تشويحه لطيفه كده بمعلقه زبده، معلقه زيت، بس الافضل تكون زبده او سمنه بصراحه. الزيت المفروض مش وحش، ولكن تعال نشوح المفروض ده. بص كده بقى، فلفل اسود قالب بيه اي حاجه مفرومه. بسم الله الرحمن الرحيم، شم ريحه كويسه مع حبه ملح عشان الحاجه تبقى معايا يعني مظبوطه مش مكلكعه وانا بشوح. اخد الكلام الحلو ده كله مع معلقه السمنه اللي حطيتها دي، وانزل عندي بالمفروم هنا بتاع ايه. المفروم ده بتاع الفريك، هيبقى لوحده خالص في النهايه. شوحوا مع نفسهم كده وتعصق المفروم، وهنشوف حكايتها ماشيه ازاي. اديها سنه زيت كمان بس كده، وسيبها شويه. ارجع تاني للكلاوي. بص المنابع هتعدي فين. الصينيه او الطاسه الحله دي عفوا شغاله بتاعه ايه، الحله دي اللي هعمل فيها الفريك. ارجع تاني للتعصيق بتاع المفروم، هنزل عليه ببصلايه حلوه. هناخد دي عشان فيها ميه شويه، انا عايز ميه هنا كده. كده وسيبهم قدامي شويه بقى مع نفسهم، مع معلقه بهارات حلوه على الوش كده، شايف يا فندم؟ كده. وسيب التعصيق ده ياخد وقته واحده واحده. ارجع تاني، بص هنا ده شغال. عايز اخش على الفريك بقى عشان برضه ياخد وقته. الفريك دايما عندي كده نصيحتين مهمين جدا اتكلم عنهم في الفريك. الفريك في عندنا كلنا مشاكل فيه، والمشاكل بتيجي من الغسيل او من حركات في النص، ممكن الواحد يبقى يعني مش عارف جت ازاي. طب انا اعمل ايه بقى عشان اتجنب القصه دي كلها؟ اول حاجه برقع كويس قوي الفريك، والصح والمظبوط هديله نص سلقه. نص سلقه فهيفرق في ايه بقى؟ نص سلقه هيتغسل كويس جدا، وهرمي طبعا الميه بتاعته مش عايزها، وهياخد جزء من التسويه معايا، فبالتالي لما اجي اشتغل بيه ان شاء الله هيبقى الامور سهله ما فيهاش يعني صعوبه خالص. طيب هرجع تاني اخش على الحله السخنه بتاعه الفريك. نديها عندنا كده معلقه سمنه صغيره، شايف قد ايه، مع سنه زيت. حلو الكلام. وابدا اجيب عندي طماطميه وبصلايه وابدا اطجنهم مع بعض. يعني ايه اطجنهم؟ يعني سكه الطاجن شويه او التعصيجه. ادي البصلايه كده، معاها على طول ني في ني الطماطميه المبشوره اهو، بس معلقه، واسيب الكلام ده كله مع نفسه. شوف المنامه قاعد لفين، واجيب عليها طماطم ولكن شويه. المفروم خلصان بتاع الفريك، شوحنا كويس. هنديله عندنا فص ثوم برضو كده، وفلفل اسود شويه بصراحه تاني. بدات الامور توضح، المفروم خلصان. هاخد زبيب عليه وفستق محمص، ولكن في النهايه خالص بعد ما اخلص ايه بقى؟ تشريب الفريك، وكاني بعمل فريك ساده. تمام. طيب خلاص، بعد ما حطينا هنا الطماطم وحطينا البصله زي ما حضراتكم شايفين، طب هنعلي التست ازاي يا شيف؟ اقول لك يلا بينا. تاتش توم ماشي، مكعب مرقه برده ماشي في النص كده قبل ما اشتغل باي حاجه خالص. تاتش الملح بتاعي، بهار حبه الباقيين اهم، شايفهم يا فندم؟ كل الكلام ده كله ابدا اعصبه او اطجنه هنا لوحده قبل ما انزل بالفريك. بضمن باذن الله طبعا تتبيلتي تكون متظبطه. هنا اللعب كله في الخلطه دي. لما بنزل بالفريك مهما هقلب، او بنزل بالرز او بالشقه مهما هقلب، مش هيبقى زي التقليب ده. اللي هيكون سهل واضح قدامي، عارف بحط ايه، شايف احفل قدام عينيا. بص بقى التجويله الزياده دي، ممكن احط عندي سن بابريكا مدخنه تخلي لون الخلطه الحلوه دي محمر من غير صلصه، شايف؟ اهو كده، شايف المرمى قاعد فين؟ شوف. حلو الكلام. انزل عندي بكيس الفريك بتاعي، بسم الله، مسلوق زي ما اتفقنا، وراح مقلب ومشوح حاجتي كويس جدا. بسم الله اهو كده، فاضل عندي ايه؟ تشريب بحبه مرقه سخنين ومتشكرين، ولما يتشربوا ويبقوا تمام التمام ابدا اخلص واكون مجهز بقى المفروم عندي الناحيه الثانيه. بص الملامح هنا راحت لفين، وادي المفروم عندي خلصان، هرفعه من على النار.
حاضر. ادي حبه المفروم اللي احنا هنحطهم على وش الفريك في النهايه ان شاء الله. بس كده ادي في حبه المفروم دول على وشهم زي ما اتفقنا، حبه دي الزبيب دول بس كده. شكرا. طب نراجع مع بعض الفريك اخباره ايه. شايف الملامح بدا يتشرب وهو ده المطلوب اهو، كاني بشرب رز على نار هاديه، ريحته حلوه مش محتاج مني حاجه. انا مظبط كده كده التطجينه او اول حاجه خالص لما نزلنا بيه لو حضراتكم فاكرين بالبصل، ونزلنا بيه الثوم وطماطم المبشوره، سايبين الكلام ده كله ياخد وقته ويعيش حياته. طيب مع الكلام الحلو ده يلا بينا نخش نعمل حبه رز كمان مطاف يمشي معايا في الاكله وتمشي مع كل الاكلات بتاعتنا دي كلها. الدوب باشا لازم لازم يتاكل معاه رز ابيض زي الملوخيه، لازم رز ابيض معروفه. طيب هفكركم تاني اشتغلنا ايه من شويه، برده جبنا حته لحم مفرومه عصجناها ببصلايه بفص ثوم حبه بهارات مشكلين، حطينا على وش حبه زبيب سايبينها خالص، ده بتاع الفريك هقدمهم على وش الفريك مع حبه اللوز المحمص. طبق مختلف وجديد هيكون ليه طعم مختلف، لان الفريك دايما احنا حاطينه او زنقينه شويه في فكره ان هو لا في الحشو، لا يكون مش عارف في طاجن ايه، لا بالعكس الفريك اقدر اوظفه زيه زي الرز. لو عايز اعمله بشاميل هعمله بشاميل عادي، ولكن التفصيله في التسويه. لو سويته كويس فرولته وخليته كده مفرول كده او باين ان هو مش معجن يعني المقصود، وحطيت على وش فكره اللحمه المفرومه دي هقلبه وكانه رز بالخلطه، ولكن هيبقى فريك بالخلطه. هنشوف التفصيله ماشيه ازاي. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب احنا خلاص خلصنا كل حاجه، نقفل بقى حاجتنا. الفريك سايبه يتهوى شويه، خلاص خلصان تسويته باينه والوانه واضحه. مش عايز بس زي ما قلت لكم من الاول امشيه في فكره الطبيخ النهارده او صوص طماطم، فاحنا عملناه النهارده منه في كده. طيب هنقفله بالمره ونرفعه عشان ننساه. وفاكرين حضراتكم موضوع المفروم؟ فاكرين؟ ما عصرنا المفروم ده الهدف بقى. بص بقى على الوش كده، شوف المفروم بقى على الوش كده مختلف كده بالزبيب بتاعه. كله اقل من ربع كيلو لحم مفروم، بس احنا مزودين اللي احنا عايزينه كله، وحاطين بقى بصلايتنا الحلوه والزبيب، حبه المكسرات على الوش كده. عايز نزود تاني زبيب، انا شايف ان احنا كده زي الفل جدا ما نزودش خلاص يعني. حتى جرنش احنا هنستفيد ونستكفى بيه بالتفصيل. خلينا نيجي جنبنا هنا عشان نشوفه شويه، وبعد كده نروح نجيب ليه في الفرن.